في كتاب النجاح في الرياضيات الدرس التاسع الأعداد العشرية السنة الخامسة من تعليم الابتدائي الصفحة 50. إذن هذه هي الصفحة 50، عندنا فيها تمرين. التمرين السادس، أضع الرقم المناسب مكان كل نقطة. جداء عندنا تالي 0.29 مضروبة. إذن ما هو الرقم؟ إذا ضربته في 9 يعطيني عدد يكون رقم وحدته 4، إذن هو 6. 6 في 9 54، نكتب 4 ونحتفظ ب5. 6 في 2 12 زائد 5 17، نكتب 7 ونحتفظ ب1. هو 6 في 0 0 زائد 1 1، نكتب 1. عندي عدد أو رقم أضربه في 9 يعطيني عدد يكون رقم وحدته 6، إذن هو 4. 4 في 9 36، نكتب 6 ونحتفظ ب3. 4 في 2 8 زائد 3 11، أكتب 1 وأحتفظ ب1. 4 في 0 0 زائد 1 1، إذن الجمع، نقوم بالجمع. 4 زائد 0 4، 7 زائد 6 13، أكتب 3 وأحتفظ ب1، هو 1. 1 زائد 1 2 زائد 1 الاحتفاظ 3. 1 زائد 0 1، وأضع الفاصلة، عندي رقمين بعد الفاصلة، إذن أضع الفاصلة بعد رقمين. الجداء هو 13.34. الجداء الثاني، عندي 2 مضروب في عدد يعطيني عدد يكون رقم وحداته 6، إذن 2 في 8 أضع 8. 2 في 8 16، أكتب 6 وأحتفظ ب1، هو 1. الثاني في عدد زائد 1 احتفاظ يساوي 3، إذن هو 1، أكتب 1. 2 في 1 2 زائد 1 3، هي 3 مكتوبة. 2 في 2 4، نكتب 4. عندي رقم هنا أو عدد أضربه في 8 يكون يعطيني عدد يكون رقم وحدتي 2، إذن هو 4. 4 في 8 32، أكتب 2 وأحتفظ ب3، هي 4 في 1 4 زائد 3 7، هي عندي مكتوبة هنا 7. 4 في 2 8، هي مكتوبة 8، إذن صحيح. لأن 3 مضروبة في 8 تساوي 24، نكتب 4 ونحتفظ ب2. 3 في 1 3 زائد 2 5، نكتب 5. 3 في 2 6، نكتب 6. نقوم بالجمع، إذن 6 زائد 0 يساوي 6، 3 زائد 2 5، 4 زائد 7 11 زائد 4 15، أكتب 5 وأحتفظ ب1، هو 8 زائد 5 13 زائد 1 14، أكتب 4 وأحتفظ ب1. 6 زائد 1 7، أكتب 7
وأضع الفاصلة، عندي رقمين بعد الفاصلة، إذن جداء هو 745.56. جداء الثالث عندي رقم أضربه في 7 تساوي، يعطيني عدد يكون رقم واحدة هي 5، إذن هو 5 في 7 تساوي 35، أكتب 5 وأحتفظ ب3، 5 في 3 15 زائد 3 احتفاظ تساوي 18، أكتب 8 هيا وأحتفظ بواحد، عندي واحد هو، إذن 5 في ماذا؟ في عدد زائد 1 احتفاظ تعطيني 1 هو 0، 5 في 0 0 زائد 1 احتفاظ 1 صحيح. عندي رقم أضربه في 7 كيعطيني رقم آخر، هنا ما مكتوبش الرقم، نلاحظ، إذن هنا نقوم بالجمع، 5 زائد 5 تعطيني 5، وثمانية زائد ماذا تساوي 15 زائد 7، إذن غتكون عندي هنا 7، هنا عدد أضربه في 7 كيعطيني 7 هو 1، أكتب 1، 1 في 7 7، 1 في 3 3، 1 في 0 0، أقوم بالجمع، 5 زائد 0 5، 8 زائد 7 15، أكتب 5 وأحتفظ بواحد، 1 زائد 3 4 زائد 1 احتفاظ 5، 0 زائد 0 0 0 زائد 0 0، وأضع الفاصلة، عندي 4 أرقام بعد الفاصلة، إذن 1 2 3 4، إذن جداء صحيح 0.0555. تمرين السابع، تحقق مساحة العمليات، 1.1 مضروب في 1.7 تساوي 1.87، ننجز العملية، إذن 1 في 7 7، 1 في 1 1، 1 في 7 أضع النقطة، 1 في 7 7، 1 في 1 1، وأقوم بالجمع، 7 زائد 7 7، 1 زائد 7 8، 0 زائد 1 1، وأضع الفاصلة، عندي جوج الأرقام بعد الفاصلة، إذن 1.87، العملية صحيحة. جداء الثاني، 18.7 مضروب في 1.5، إذن ننجز العملية، هي 5 في 7 35، أكتب 5 وأحتفظ ب3، هي 3، 5 في 8 40 زائد 3 43، أكتب 3 وأحتفظ ب4، 5 في 1 5 زائد 4 9، نضع نقطة، 1 في 7 7، 1 في 8 8، 1 في 1 1، إذن المجموع 5 3 زائد 7 10، اكتب 0 واحتفظ بواحد هو 1، 9 زائد 8 17 زائد 1 احتفاظ 18، اكتب 8 واحتفظ بواحد هو 1 زائد 1 2، وأضع الفاصلة، عندي رقمين، إذن تساوي 28.05، جداء صحيح أيضا.
19 فاصلة 28 فاصلة 05 مضروبة 19 مضروبة في 28 فاصلة 05. إذن ننشئ هذه العملية أيضا 9 في 5 45 أكتب 5 وأحتفظ 4 هي 4 9 في 0 0 زائد 4 4 9 في 8 72 أكتب 2 وأحتفظ ب 7 9 في 2 18 زائد 7 25 أضع نقطة 1 في 5 5 1 في 0 0 1 في 8 8 1 في 2 2 وأقوم بالجمع 5 زائد 0 5 4 زائد 5 9 2 زائد 0 2 5 زائد 8 13 أكتب 3 وأحتفظ بواحد 2 زائد 2 4 و 1 5 وأضع الفاصلة عندي هنا رقمين بعد الفاصلة إذن أضع الفاصلة لدي رقمين جداء هو 532 فاصلة 95 إذن جداء أيضا سهل ب نحسب دون إجراء عمليات جديدة ما يلي لأن نحسب دون إجراء العمليات 1.1 مضروب في 1.5 مضروب في 1.7 إذا لاحظتم أن 1.1 مضروب في 1.7 عندي هو هذا عندي إذن 1.1 مضروب في 1.7 الجداء 1.87 مضروب كيف قال مضروب في 1.5 1.87 هنايا عندي 1.87 وعندي هنا 18.7 إذن عندي أزحت الفاصلة هنا أزحت الفاصلة بمرتبة واحدة نحو الجهة اليسرى باش تعطيني أي أنني قسمت على 10 باش تعطيني 1.87 مضروبة في 1.5 ها هو عندي إذا تعطيني نفس العدد ونزيح الفاصلة فقط تساوي 2.805 نكتب 2.805 وهكذا أنجز بدون إجراء عملية حسابية. ننتقل إلى المسألة الثانية 1.5 مضروب في 1.7 مضروب في 19 مضروب في 1.1 نفس الشيء نلاحظ أن 1.1 مضروب في 1.7 عندي هنايا تساوي 1.87 هيا إذا نضربها في 1.5 مضروبة في 19 ولا لاحظت أيضا 1.87 قلنا لكم هي هذه نفس الخارج نفس الجداء أعطني إلا أنني هنا وعندي 1.87 هنا 18.7 إذا شو درت أزحت الفاصلة إذا نزيح الفاصلة أيضا نحو الجهة اليسرى غتعطيني 2.805 ونضربها في 19 غتعطيني إذن هو الجداء هذا نيد ولكن نزيح الفاصلة دائما لأن عندي هنا 28.05
هنا 2.805. إذن لاحظ، إذن تعطيني 53.295 شداء. الجداء الثالث وهو 19 مضروب في 18.7 مضروب في 1.5. نلاحظ 18.7 مضروب في 1.5 عندي هنا تساوي جداء 28.05 مضروب في 19. هكذا كيعطيني الجداء العدد. إذن جداء 532.95. نكتب التمرين الثامن. ثمن بيع الأرز هو 11.50 درهم للكيلوغرام الواحد. ما هو ثمن بيع 9 كيلوغرام، 10 كيلوغرام، 25 كيلوغرام، 100 كيلوغرام، 1000 كيلوغرام؟ نبدأ بثمن بيع 1000 كيلوغرام. عند ثمن بيع الكيلوغرام واحد 11.50، إذا نضرب 11.50 في 1000. وعندنا القاعدة نعرفها لضرب عدد عشري في 1000 نزيه الفاصلة بثلاث مرتبات تحت الجهة اليمنى. إذا غنحسب 1 2 وغنضيف 0، 11500 تساوي 11500. سهل. ثمن بيع 100 كيلوغرام، إذن 11.50 مضروبة في 100. وهنا أيضا لضرب عدد عشوري في 100 نزيعه الفاصلة بمرتبتين نحو الجهة اليمنى. إذن عندي هنا 1 2 وكنزوب الفاصلة تساوي 1150. ثمن بيع 25 كيلوغرام، هنا كندير العملية 11.50 مضروبة في 25 تساوي 287.5. ثمن بيع 10 كيلوغرام تساوي 11.50 مضروبة في 10 نزيه الفاصلة بمرتبة واحدة، لأننا نضرب في 10 تساوي 115. ثمن بيع 9 كيلوغرام، إذن 11.50 مضروبة في 9 وتعطيني 103.5. تاسعا، دون إنجاز عملية الضرب أحسب الجداءات التالية. إذا نبدأ بالجداء التالي 0.25 مضروب في 8.13 مضروب في 4. إذا لاحظتم أيضا أن 0.25 هي 1/4، إذا 1/4 مضروب في 8.13 مضروب في 4. هنا 1/4 بمعنى أنني أقسم على 4، إذا مقسوم على 4 مضروب في 4 تساوي 1. 1 مضروب في 8.13، نغير الترتيب، 1 مضروب في 8.13 تساوي 8.13. الجداء الثاني 50 مضروب في 20.9 مضروب في 0.2. نلاحظ أن 50، إذا 50 نجزئ 50، 50 عندي هنا هي 5 مضروبة في 10 مضروب في 20.9 مضروب في 0.2. ولاحظ
عشرة مضروبة في صفر فاصلة اتنين تساوي اتنين. إذا عندي خمسة مضروب في اتنين مضروب في عشرون فاصلة تسعة، وخمسة مضروب في اتنين هي عشرة، وعشرة مضروبة في عشرون فاصلة تسعة نزيح الفاصلة بمرتبة واحدة نحو الجهة اليمنى، إذا غتعطيني 209. الجزء الثالث وهو خمسة مضروبة في 1.7 مضروب في 20. لاحظ إذا خمسة في 20، نغير فقط الترتيب، خمسة في 20 مضروب في 1.7، وخمسة في 20 هي 100، 100 مضروب في 1.7، ولضرب عدد عشري في 100 نزع الفاصلة بمرتبتين نحو الجهة اليمنى، إذن هنا 7 وكنزيد الصفر هو المرتبة الثانية تساوي 170. الجزء الرابع وهو 1.5 مضروب في 25 مضروب في 6 مضروب في 4، هو لاحظ إذن 1.5 تساوي إذن 1.5 مضروب في 25، وكان غير مضروب في 4 مضروب في 6، 25 مضروب في 4 هي 100، إذن 1.5 مضروب في 100 مضروب في 6 تساوي أيضا هاد 6 نجزئها هي الثانية مضروبة في 3، إذن 1.5 مضروب في 2 مضروبة في 3 مضروب في 100، كان غير الترتيب 1.5 مضروب في 2 هي 3، 3 في 3 9، 3 مضروب في 3 مضروب في 100، و 3 مضروب في 3 هي 9 مضروبة في 100 هي 900. ننتقل الآن إلى الجزء الخامس وهو 0.75 مضروب في 149 مضروب في 40. عندي هنا إذن 0.75 مضروب في 4 مضروب في 10، هناك نجزي أيضا 40 هي 4 مضروب في 10، وكنقسمها هنا وغير الترتيب، و 0.75 مضروب في 4 كتعطيني 1.3، إذن 3 مضروبة في 149 مضروبة في 10، و 3 في 10 هي 30، 30 مضروبة في 149 هنا أضرب 3 في 149 وأضيف لها الصفر، 3 في 9 27 أكتب 7 وأحط في 2، 3 في 4 12 زائد 2 14 أكتب 4 أحط في 1، 3 في 1 3 1 4 ونضيف الصفر الجزء هو 4470. الجزء السادس 2.3 مضروب في 50 مضروب في 0.16، إذن تساوي 2.30 ونجزي أيضا 50 هي 5 في 10، إذن مضروب في 5 مضروب في 10 مضروب في 0.16 تساوي 2.3 مضروب في 5، وهنا كنضرب فقط 10
في 0.16 كتعطيني 1.6. إذن ثم 5 مضروبة في 1.6 هي 8، إذن كتولي عندي تصبح 2.3 مضروب في 8، لأن إلا درت العملية 5 في 6 30، أكتب صفر أحتفظ بثلاثة، وخمسة في واحد 5 زائد 3 8، 8.0، 0 بعد الفاصلة لا يعتبر. وأنجز العملية هنا 8 في 3 24، أكتب 4 وأحتفظ بإثنان، و 8 في 16 زائد 2 18، الفاصلة رقم 1 بعد الفاصلة الجداء هو 18.4. الجداء التالي وهو 0.125 مضروب في 7.4 مضروب في 8، العيد تساوي 0.525 مضروب في 8 مضروب في 7.4. نغير الترتيب اللي غيرت فقط، وهذا 0.125 مضروب في 8 تعطيني 1، فهمتي؟ تعطيني 1. إذن هذا 0.125 هي 125 على 8، إذن تساوي 1 مضروب في 7.4 تساوي 7.4. الجداء الأخير وهو 1.25 مضروب في 7 مضروب في 0.8 مضروب في 0.4، إذن هو تساوي 1.25 مضروب في 4 مضروب في 7 مضروب في 0.8. ولاحظوا أن 1.25 مضروب في 4 هي 5، تساوي 5، 5 مضروبة في 7 مضروبة في 0.8 تساوي 5 مضروب في 0.8 مضروب في 7، نغير الترتيب تساوي، إذن 5 مضروب في 0.8 إن 5 في 8 40، أكتب 0 وأحتفظ بأربعة، وخمسة في 0.0 زائد 4 4، 4 أضعف فاصلة 4.0 هي 4، إذن 4 مضروب في 7 تساوي 28. تمرين العاشر، en 24 heures un homme respire 28000 fois, mange 1,75 kg de nourriture et boit un quart 1,4 litre de liquide. Je calcule par an combien de fois il respire. Identifie mon رجل يتنفس 28000 مرة ويأكل 1.75 كيلوغرام ويشرب 1.4 لتر دو ليكيد من السائل. إذن كمبيان دو فوا إل ريسبير، غنكتبو إل ريسبير ونضرب هاد 28000 في 365 وهي عدد أيام السنة،
هذا إذا اعتبرنا السنة بس السنة البسيطة. إذا غتعطيني 10 ملايين تساوي 10,220,000 مرة. السؤال الثاني, la quantité de nourriture et de liquide absorbé. كمية الطعام الذي يتناوله والماء الذي يشربه. إذا غنكتبوا la quantité de nourriture par an. إذا عندنا فيها 1.75 نضربها في 365 عدد أيام السنة. جداء هو 638.75. لا كونتيتي أيضا كمية الماء السائل, لا كونتيتي دو ليكيد أبسوربي باغ أون. إذا عندنا هنا 1.4 نضربها في 365 تساوي 511 لتر. إذا وهكذا نكون قد أتينا على نهاية الصفحة 50. شكرا وإلى اللقاء في درس آخر.